كشف المعارض القطري منصور المهندي عضو مجلس إدارة قطر للإعلام سابقا تورط قطر في التخطيط للعمليات الإرهابية الأخيرة في مصر، خاصة تفجير الكنائس وآخرها الهجوم على حافلة المنيا. وكتب المهندي عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة تويتر إن كل الكنائس التي تم تفجيرها في مصر كانت الاستخبارات القطرية وراءها. أقول ذلك كوني كنت أعمل مع العذبة والخالدي لصالح الاستخبارات القطرية. وتابع إن الهجوم على حافلة تقل الأقباط والذي تم في آخر جمعة قبل شهر رمضان كان بتخطيط ودعم من الاستخبارات القطرية وكان ضمن لجنة التخطيط. وأضاف إن هدف الحكومة القطرية من زعزعة أمن مصر هو تأجيج الشقاق بين المسلمين والأقباط وتصوير السيسي بأنه غير قادر على السيطرة. وأشار إلى أن الحكومة القطرية تمول جماعة الإخوان في كل دول العالم لتخريب تستغله في إحداث ثقل سياسي دولي لها.